بسم الله الرحمن الرحيم. كتير بيكون عندنا في الشغل أوراق، مثلا زي الورقة اللي قدامنا دي، طلب إصدار أو تجديد أو تحويل أو إلغاء تصريح أو إذن عمل، تمام؟ بنكون عايزين نضيف الطلب ده داخل البرنامج، تمام؟ بحيث إن إحنا نطبع الطلب على طول، يعني الطلب لما يكون فيه طلب لموظف نبدأ نعبي البيانات بتاعته ونطبعه من البرنامج، إما إن إحنا نطبعه على ورقة فاضية بحيث إن هو يطلع زي ما احنا شايفينه في الصورة، واما ان احنا نطبعه بحيث ان هو هنحطه احنا النموذج فارغ وهو يطبع البيانات اللي احنا كتبناها بس، تمام؟ هنشوف ازاي نضيف دلوقتي النماذج داخل البرنامج. طبعا هو ما ينفعش ان احنا نستورد النماذج داخل البرنامج دفعة واحدة كاستيراد، لان هو طبعا مفيش فيه خلايا، مش زي الاكسل. الاكسل اظن احنا ممكن ان احنا نعمل له استيراد وهيقوم داخل معانا مرة واحدة، وهيعمل حتى هو الحقول بتاعته على حسب البيانات الموجودة. لكن في الوورد لازم احنا بنكتب الايه، الحاجة اللي احنا عاوزينها، يعني احنا اللي بنكتب، احنا اللي بنملى الخلايا، تمام؟ اول حاجة عندنا هنا اسمه ادارة عمل محافظة، تمام؟ بناخد دي كوبي ونقوم رايحين على البرنامج بتاعنا، نعمل في الاول خالص جدول جديد. احنا ما نعمل جدول جديد. الجدول ده ايه اللي هيتضاف فيه؟ اللي هيتضاف فيه بيانات الموظفين اللي هتطبع معانا هنا، يعني كل واحد من دول هياخد سطر في الجدول. اول حقل هنعمله معانا افتراضي عشان نعمل تميز، اسمه مثلا هنقول رقم، أو هنخليه ترقيم الورق. ليه أنا مش عايز أكتب رقم أو الرقم؟ لأن هنا موجود معايا في النص هنا رقم، فممكن إن أنا أكتبه يعمل معايا مشكلة في البرنامج على أساس إن هو كلمة محجوزة من أكسس، تمام؟ فبلاش نعرضها للخطر. يبقى ده أول حقل اللي إحنا خدناه كوبي. تاني حقل معانا اللي هو تاريخ الطلب، حاول ما يكونش في مسافات زايدة لا في الأول ولا في الآخر. نوع الإجراء، رقم الطلب ورقم الإصدار، اسم صاحب العمل،
ناخد بالنا هنا ان احنا كتبنا رقم 2 لان الكلمة نفسها مكررة فوق. اظن برضك رقم العقد والحاجات دي هتلاقيها مرتب مكرر. خلينا نشوف. رقم العقد ورقم الملف برضك مكررين، احنا هنحط جنبهم رقم لان ما ينفعش يكون الحاجة مكررة في نفس النموذج. اوكي، احنا بعدين في الاسم هنظبطها ان هما يبقوا الاتنين مكررين نفس الشكل، لكن جوه البرنامج لازم يكونوا مميزين، كل واحد منهم مميز عن التاني. وبرضك يفترض ان احنا برضك ما نكتبش باللغة العربية، بس احنا بنعمل كده تجاوزا يعني. أظن الجزء اللي تحت ده ملوش عندنا استخدام، مش واضح إن هو بس حطت مدة الاستخدام 3 خلايا. من النهارده برضك أظن هيبقى 3 وده 4. مدة الاستخدام أظنها عقلين بس. هو مادام قبل معانا ان هو يحفظ الجدول يبقى كده الاسم مظبوط. اسمه طلب شؤون، اسم النموذج طلب شؤون. يقول لي يوجد مفتاح اساسي، بقول له هل تريد الضغط؟ هقول له لا. يوجد لدينا مسبقا حقل باسم صاحب العمل. بيقول ان في حقل باسم اسم صاحب العمل موجود قبل كده، يبقى ده نسميه اسم صاحب العمل 2. برضك المفوض للتوقيع موجود منه 1 قبل كده، خلينا نعمل 2. الاسم التجاري يلا مش مشكلة، بس بحاجات مطولة معانا شوية. خلاص كده قبل معايا وضاف معايا الجدول فوق اهو. لو عملت له استعراض هيطلع معايا الجدول بالشكل ده. طيب دلوقتي في حاجة لازم ناخد بالنا منها. هنا لو وقفنا على أي حقل، تعالى نبدأ من الأول. لو وقفنا على أي حقل نلاحظ إن هو عمل لي هنا 255 حرف. طيب هل الموضوع ده هيبقى 255 حرف؟ برضك عندي هنا أنواع البيانات. أنواع البيانات لازم نحافظ عليها ان هي تكون مطابقه للواقع. يعني عندي مثلا ترقيم الورقه ده انا هعمله مثلا نص رقم قصدي عشان يجيب معايا ترقيم. يعني الورقه دي انا بعمل دلوقتي الموظف حط لي رقم 1، عملت الموظف اللي بعده يحط لي رقم 2، بحيث الرقم ده ان انا اقدر ارجع له في اي وقت عشان البرنامج يحفظه. يبقى انا عارف ورقه محمد رقم 2 وابدا ابحث، يعني حتى لو مش هتطبع ده حته اضافيه. يعني الحاجه الثانيه هنا اداره عمل محافظه، تمام. هنا المفروض هتتكتب كلمة واحدة، تمام. مش معقول ان هو يحط لي مثلا حجم الحقل 255 حرف. 255 حرف اظن ممكن سطر او سطرين، تمام. فاحنا هنخليها مثلا وليكن 20 حرف، تمام. يعني كلمتين على اساس ان الكلمة ممكن تكون 7 حروف مثلا 3 كلمات، او خليها حتى 25 حرف، تمام. تاريخ الطلب، تاريخ الطلب لو هيكتب هنا تاريخ ميلادي ممكن نختار تاريخ ووقت. الحقل يكون تاريخ ووقت، تمام. انا اظن في السعوديه بيستخدموا التاريخ الهجري،
فهنسيبه يعني في الخليه ديت تبقى نص، وبرضك نحافظ ان حجم الخط حجم الحقن ما يبقاش كبير، يعني هو اخره 10 او 12 او 13 حرف لو هيكتب الهاء بتاع هجري جنب التاريخ. نوع الاجراء هنا مثلا طويل شويه، هنقول مثلا 50، نحاول نضبطهم كلهم بالشكل ده. لو في مبلغ نعمله عملة. هنعمل مثلا كل دول 25 إلى حين نوصل للاتيني. هنقول مثلا وليكن أقصاها مثلا 100 حرف، تاريخ الميلاد. هو هنا تاريخ الميلاد عايز يكتب في كل واحدة منهم، يعني هنا هتبقى رقمين، هنا رقمين، هنا 4 أرقام، هيبقى هنا 2، هنخليهم مثلا احنا 5، انا بسيب بحجم اكبر شوية. هنا ذكر وانثى، يعني المفروض ان هي كلمتين بس اللي هو النوع ذكر وانثى والديانة برضه، تمام. فهنخلي برضك الحجم وليكن 10، وبعدين حتى احنا هنعملهم قوائم ان شاء الله. الجنسية، والجنسية 2 برضك، اظن الجنسية ممكن هو يكون اسم الدولة مركب، يعني واحد مثلا ممكن يحب يكتب مثلا الجنسية يكتب المملكة العربية السعودية، فاحنا هنسيب له مساحة شوية. المهنة ونخليها برضك 25. طبعا لو وقف معانا البرنامج في اي وقت وطلب او قال ان يعني جينا نكتب بالكيبورد ما كتبش، نقوم جايين على الرقم اللي هنا ومزودين الحجم. الأجرم هنا ممكن نعمله عملة ونخلي التنسيق بتاعه رقم عام عشان ما يجيش معاه عملة البلد، تمام. هنخليه عملة، رقم التصريح بالعمل خليه نص، انه هيقبل معانا النص هيقبل معانا رقم وإشارات، لكن لو كتبناها رقم مش هيقبل معايا أي نصوص. انا اظن رقم التصريح حاجة صغيرة خالص، حاجة صغيرة فمش مستاهل ان احنا نعمله 25. ده كله طبعا عشان حجم البرنامج.
وبكده احنا خلصنا الجدول الاساسي بتاعنا. تمام، نبدأ نعمل من الجدول ده النموذج، بنقف عليه على الجدول عادي، واحنا واقفين على الجدول وبنجيب انشاء اللي هي دي انشاء، ومن انشاء بنجيب باستخدام المعالج، بيجي لي بيانات الجدول، بعمل له التالي. احنا طبعا بنعمل هنا بدون اي علاقات، ونخليه عمودي زي ما هو افتراضي، والاسم نفس الاسم. تمام، اوكي، عمل لي النموذج. النموذج هو الحقول اللي احنا ضفناها، عملها لي حقول بالشكل ده. تمام، الباقي ان انا هعمل له تنسيق بحيث ان هو يكون معايا بالشكل ده، وبرضك الحاجات اللي هي ما اتضافتش يعني زي دي مثلا او زي ده او الكتابة البرواز، الحاجات دي كلها اللي ما اتضافتش هتتضاف في البرواز بعد ما هنضيفها في ما هنخليه المفترض ان احنا نخليه بالشكل ده بالظبط. تمام، وحاجات اللي ما اتضافتش تتضاف. تمام، نكون كده خلصنا الادخال الاساسي. اول حاجه بنعملها في النموذج، النموذج زي ما احنا شايفينه كده داخل الشاشه، بنعمله منبثق. منبثق، منبثق يعني ايه؟ يعني يكون معانا ملف ظاهر كده على الشكل المنبثق. تمام، هو العمل في المرحله دي بيبقى ممل وطويل شويه، فاحنا نستحمل بعض فيه ونبدا ناخده خطوه بخطوه كده لغايه ما نخلصه ان شاء الله. هناخد مثلا الاثنين دول، وننزلهم تحت بعض، مؤاخذة هنا، أنا عملتهم تحت بعض دي عشان هعمل عليهم مجموعة من التنسيقات ورا بعضها، فيكون معايا العمل أسهل شوية. تمام، أول حاجة نحدد عليهم كلهم، تمام، ونبدأ نشتغل على الحجم. العرض بتاعهم هعمله مثلا وليكن 3. تمام، الارتفاع أظن الارتفاع هنا ارتفاع المؤشر مثلا، يعني وقفنا كله جوه واحدة من دي، هو نفس الارتفاع، مش هنغير في الارتفاع. تمام، كلهم هيكونوا من اليمين للشمال، يعني الحقل الأولاني اللي أنا واقف عليه ده اللي هو حقل الكتابة هخليه مثلا وليكن من اليسار بتاعه 0، اللي جنب منه احنا عملنا العرض 3، هنخلي ده يبدأ من اليسار بتاعه يكون 3. تمام، خلينا برضك ناخد دول نشوف مفتاح سلوك الإدخال هيجي معانا ولا لأ. ما ظهرش معايا مفتاح سلوك الإدخال. طيب أظن إن اللي منع إن هو يظهر الحقل من نوع تاريخ. شايف ليه حاسس ان القايمة صغيرة؟ فاهم، بس ظاهرها ان هي صغيرة، مقطوش منها حتة من تحت. طيب، مفتاح سلوك الإدخال هو ده، خليه هو افتراضي زي ما هو. طيب، هو هيمشي معانا افتراضي. طيب تمام، حتى البونت نفس البونت أظن مش في أي اختلاف، فنبدأ في التوزيع بتاعه. تمام، هنا في حدود للكلمة، يعني الخلية هيبقى ليها حدود، الخلية دي هيبقى لها حدود. لما نشوف كده بقى شكل النموذج عامل ازاي، الخلية لها حدود ودي ما فيش لها حدود، الاسم ما فيش ليه حدود هنا زي ما هو ظاهر كده. تمام، خلينا من الإطار اللي بره دلوقتي هنرجع له. رقم الورقة ده هنخليه مثلا في الجزء ده مش محتاجينه خالص، لأن ده خارجي.
أول حاجة معانا الهيئة العامة للقوى العاملة، وتحت منها إدارة عمال محافظة كذا. تمام، هنا الموضوع بتاع إدارة عمال محافظة كذا، تخلي هنا كده. تمام، عايزين نجيب الهيئة العامة. طب ثواني نشوف كده، هل هو ده نص لوحده؟ طيب ناخد النص كوبي. لو عملنا النص بس ظهر معايا خلية طويلة شوية، مش مشكلة، خلينا نقصرها. وحجم الصفحة أظن إن احنا مش هينفع إن احنا نتعدى ال20، خلينا نصغر حتى الحجم ده شوية. طب ممكن كمان بدل ما نجيبها من هنا، خلينا نعمل إدراج الجزء بتاع التصميم، نضيف له مربع تسمية ونقوم لازقين جوه مربع التسمية، تيجي معانا بالشكل ده. هو بيجي طبعا بنفس تنسيقاته، فاحنا بنتحكم فيه بشكل أفضل. تاريخ الطلب تحت منه نوع الإجراء، هذا تاريخ الطلب وده الرقمين. طيب الرقمين دول عايزين نعمل عليهم شغل. الشغل اللي هيتعمل على الرقمين هو إن التسمية أعلى من المربع. بقف عليها كده وباخدها أحطها فوق، أحطها مثلا هنا، بقف على التسمية وأقوم جاي على المربع الأعلى بيها، هنا تحت الجزء ده صاحب العمل، لان انا بعمل بشكل تقريبي، وبعد ما بطبع ببدأ ان انا ازود وانقص زي ما انا عايز. كأني برسم الشكل اللي قدام.
المشكلة اللي بتقابلنا كمشكلة هي مسألة الطباعة، ان هو يطبع البيانات بس ما يطبعش النموذج كامل. احنا ممكن نرسم النموذج بشكل افضل حتى من اللي موجود على الورق، لكن بنبقى ملزمين بالشكل اللي موجود معانا على الورق. فخلينا خطوة بخطوة لغاية ما نوصل للهدف المطلوب. هو مسألة طويلة شوية، بس هو ايه التصميم كده. طيب في هنا حاجة نسيناها، هنا مدة الاستخدام خليتين، وأنا عامل هنا خلية واحدة بس. مدة الاستخدام أنا عاملها خلية واحدة بس. طيب عايزين نحل المسألة، نعملها إزاي؟ نقفل دي خالص، تمام، ونروح على النموذج نفسه. أنا عشان بس في ده خطأ فأنا عايز أروح على نفس المكان. مدة الاستخدام، مدة الاستخدام، وبعمل إدراج insert إدراج، وناخد نخليها مدة الاستخدام 2، تمام. وهنا 25 هخلي دي كمان 25، مدة الاستخدام 2. فهل هو هيقبل؟ لو مفيش عندك حقل تاني بنفس الاسم ولا في حقل تاني بنفس الاسم. طيب هنا مدة الاستخدام 2، ندور على اللي بعدها عشان نمشي بنفس الترتيب. مدة الاستخدام نخلي دي 3،
ثواني كده برضك عشان ما نرجعلهاش تاني. مدة الاستخدام هنا برضك 2 وانا عامل 1. طيب خلينا نعمل مدة الاستخدام 4. ونقفل. نرجع نفتح النموذج بتاعنا. النموذج اهو هيكون بالشكل ده، هو شكل تقريبا احنا بنحاول ان احنا نخليه قريب من الشكل اللي موجود عندنا. تمام، نبدأ بقى نزود الحاجات اللي معانا. مدة الاستخدام عايزين نجيب الحق لمدة الاستخدام اللي احنا عاملينه دلوقتي. نروح على تصميم ونجيب المعينة ونجيبه من هنا، هيبقى ظاهر معانا هنا. هذه مدة الاستخدام دي. تمام، هو راجع بالشكل الافتراضي بتاعه، طبعا احنا مش محتاجين الجزء ده. ودي صغيرة جدا، مدة الاستخدام 2. وبعد مدة الاستخدام عندنا التاريخ او تاريخ انتهاء المعاملة، دول 3 جنب بعض. كده خلاص تقريبا احنا خلصنا، فاضل اللي الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو مدة الاستخدام. فيها حقل تاني هنا، نعم خلينا نجيب. هو ده شكل النموذج او الشكل اللي هيظهر بيه النموذج لغاية دلوقتي، وده الشكل الفعلي. يبقى بقى عندنا الاطار العام اللي احنا هنحطه ليه النموذج، وبرضك التنبيهات دي لسه ما عملناهاش. تمام خلينا ناخدها. هو النموذج بالشكل ده، كل اللي فاضل اللي هو الجزء الخاص بيه دي برضك اتنست، خلينا ناخدها.
بالشعر الجزء اللي هنا ده. احنا ما عملناش حتى الاماكن المظللة ما عملناهاش. ماشي تمام، دول هيتحطوا جوه اطار اللي هي المجموعة دي. طيب فين الاطار؟ هو ده الاطار، باجي اعلم عليها من قبلها كده، ده كده جوه اطار نشوفه، هذا الإطار. ومن هنا ممكن نقف ونبدأ نتحكم في خصائص الإطار. ده هنا عرض الحدود، هنا بيقول محفور، نظن هو مسطح. هنا هو ليه ظل، شوف مظلل جاب الظل. والتانيين دول لغاية العامل في إطار تاني. طيب خلينا نقف عليهم كده كلهم وننزلهم تحت شوية، كل مجموعة نفصلها عن التانية. نجيب لهم إطار لوحده. من عند صاحب العمل لغاية أنا ما حددتش العامل. دول كده. برضك إطار. مكان نكتب فيه العامل، العامل هي اللي موجودة، صاحب العمل هو اللي مش موجود، العامل هو اللي مش موجود. الإطار هنا لغاية تملأ البيانات التالية، أظن إن احنا كتبناها. موضوع تملأ البيانات التالية، من بعد تملأ البيانات التالية ده إطار لوحده. أنا خلصت موضوع وضع الإطارات، أنا حاطط لهم حتى عدد بس، يعني ممكن تكون الأماكن مش مضبوطة، لكن إحنا بس بنحط المكونات. دي من بعد تملأ، وبعدين بنفس الشكل كده بس لغاية أما نخلص المطلوب. هنا ده النموذج أهو، الجزء الخاص بالكتابة اللي تحت.
كده النموذج تقريبا مشابه لحد ما للنموذج اللي معانا هنا. نبدأ بس ان احنا يعني نحاول نقربهم، هي نفس الاسلوب، نفس الحاجة بالظبط، نحاول نقربهم. تمام، هو مش هيبان معانا بشكل نهائي او ان احنا عملناه مظبوط او في حاجات مش مظبوطة في مكانها لغاية اما نخلص التصميم كله. بعد ما عملنا النموذج واصبح جاهز بالشكل اللي احنا عايزينه او بالشكل المطلوب، باقي بقى ان احنا نعمل دور البرنامج. دور البرنامج هو المساعده في ادخال البيانات، بمعنى يعني عندنا مثلا اسم صاحب العمل. اسم صاحب العمل بيتكرر مع كل موظف، تمام. طب احنا مش عايزين كل مره نكتبه، فاحنا هنخلي اسم صاحب العمل عباره عن قائمه. الكلام ده مش اسم صاحب العمل بس، ده في حاجات كتير جدا هتكون معانا جوه البرنامج هتكون بنفس الشكل، تمام. فاحنا الاول برضك ان احنا نحاول نضبط الحاجات في مكانها، يعني مثلا الخليه هنا دقيقه خلاص نوسع الخليه، تمام. اسم صاحب العمل هنخليه بدل ما هو دلوقتي مربع نص هنخليه مربع تحرير وسرد. مربع تحرير وسرد هيعمل معايا قائمه، القائمه معموله من الشمال. اوكي، نيجي احنا هنا في الخصائص ونخلي اتجاه النموذج من اليمين، هتقوم القائمه مقلوبه معانا من اليمين. نروح عند مصدر البيانات، هو مصدر استعلام اهو. انا دلوقتي بشتغل في اسم صاحب العمل، بقوم رايح على الجدول بتاعي نموذج شؤون الموظفين، واقوم رايح على ايه؟ اسم صاحب العمل. لغايه دلوقتي هو هيجيب لي اسماء صاحب العمل المسجله في البرنامج. طيب انا مش عايزه اول حاجه ان هو يجيب لي حد مكرر، فبعمل هنا واحد وبقوم جاي عامل له جمع، وهنا بسميه مثلا وليكن مرات الزوار، او هنخليه حتى كلمة عدد، تمام. فهو كده هيحط قصاد كل صاحب عمل رقم واحد ويجمع الارقام، يعني مش هيجيب لحد مكرر. هيجي مثلا السيد بدران، لو دخل هنا في الحقل ده 10 مرات يبقى سيد بدران وجنب منه 10. في نفس الوقت ان الاسم المكرر اكتر من مرة بيكون عرضة ان هو يتكرر تاني، فعشان كده هنخلي الترتيب تنازلي، يعني اكبر عدد هيبقى في الاول، يعني مثلا زي بدران 10، بعدين محمد مثلا عنده 15 كده، بحيث ان هو اللي ما اتكررش ما يظهرش يظهر في الاخر، يعني يظهر بواحد. انا باخد الاستعلام معايا كوبي عشان هستعمله في الحاجات التانيه. اسم المفوض بالتوقيع برضك ممكن يتكرر، بس بدل اسم صاحب العمل هجيب اسم المفوض بالتوقيع. الاسم التجاري نفس النظام، طيب لو الشركة الاسم التجاري فيها ما بتكررش، أو المفوض بالتوقيع مثلا هو واحد في الشركة كلها، ما مش هيكرر، تمام. أو الاسم التجاري مثلا ما بتكررش، ببدأ أكتبه هنا كقيمة افتراضية. القيمة الافتراضية أكتب هنا اسم الشركة، عشان لما هاجي أشتغل هيجي معايا دايما اسم الشركة، مش كل مرة هكتبه. بعدين رقم الترخيص، رقم الملف، الاسم، الرقم المدني، تاريخ الميلاد، النوع. هنا النوع مثلا هيكون ذكر وانثى بس، فاحنا هنعمله برضك قائمة بس هنا من نوع تاني، مش نوع استعلام، لا هنخليه قائمة قيم. ولو وقفنا هنا ممكن نكتب ذكر انتر انثى، بفرض ان الذكور في الشركه هم الاكثر او هو الغالب، هنخلي الذكر هو القيمه الافتراضيه، يبقى هتظهر معايا القيمه الافتراضيه ذكر. وهنا مثلا الديانه نفس النظام، وبرضك على حسب الحاجه، يعني ممكن نعملها هنا. لو انا عملتها بالشكل ده هتبقى افتراضي، يعني التوقيفيه، بمعنى ان مثلا هيبقى عندي مثلا الاسلام والمسيحيه واليهوديه، خلاص يبقى كده مفيش عندي ديانات تانية ممكن تضاف. لو عملت
سبتها عملتها قائمة منسدلة، يعني بدل ما هي كده خليها قائمة منسدلة، لأن احتمال إن يكون في أكتر ديانات مختلفة. خلينا نجيب حق الديانة، الجنسية برضك نفس النظام، وهنا الجنسية أظن اتكتب بالإنجليزي، مرة عربي ومرة إنجليزي. الحالة الاجتماعية برضك نفس النظام. عشان اختصارا أنا هعمل الحاجات دي بره الفيديو، لكن هنا في الفيديو هي بتعمل بالشكل ده. تمام، بعد ما بخلص البرنامج أنا كده خلصت الواجهة. مثلا وليكن أنا مثلا لو فتحت هنا دي هلاقي اسم صاحب العمل موجود أهو، وهنا النوع ظهر معايا ذكر وانثى، وظهر الدعايه برضك اداه التحرير. لو انا عايز اتكه كده ممكن انا اعمل تحرير ليهم، المستخدم النهائي ممكن يعمل تحرير. دلوقتي باقي ان انا اخلي النموذج ده نموذج مطبوع او ورقه طباعه. تمام، في قدامي خيارين. الاختيار الاولاني ان انا اعمله ورقه نموذج عاديه، نموذج زي اي تقرير، زي اي تقرير، والتقرير يقرا من الورقه مباشر يعني قبل التسجيل يقرا، او ان انا اعمله له مصدر بيانات فكده مش هيقرا الا في حاله التسجيل. خلينا نشوف قبل ما ناخد ما نروح للموضوع بتاع التسجيل. هنا فيه رقم الورقه، رقم الورقه احنا ما عملناش ليه قيمه افتراضيه، بمعنى ان الترقيم مثلا النموذج الاولاني اهو هنا من غير رقم. ده النموذج، كل نموذج او كل مدخل للبرنامج المفروض ان هو هياخد رقم، بحيث ان ما يكونش عندي مدخل مكرر. يعني ده التاني اهو، ولو فيه هنا بيانات هيعدي على التالت. كده بدأ معايا السجل التالت. طيب لازم كل مستند يخش عندي في البرنامج هياخد رقم، واحد منهم هياخد رقم، فاحنا عايزين البرنامج هو يجيب الترقيم تلقائي. هنجي هنا ونقول له بيساوي دي ماكس، نفتح قوس، زائد واحد. هنا بنكتب اسم الحقل اللي هو هيجيب اكبر رقم فيه، اللي هو ترقيم الورق. وهنا نكتب اسم النموذج اللي هو نموذج شؤون. نموذج شغل. طيب احنا عايزين المستخدم ما يتحكمش فيه ان هو يزود الرقم او ينزله، بنعمل تمكين لا تأمين. نعم كده المستخدم النهائي مش هيتحكم في النموذج. في حاجة عايزين نعملها هنا كمان وهي التنقل. هنجيب مربع فاضي، خلينا نشوف القيمة الافتراضية بتاعته، هنسميه مثلا وليكن ان واحد، وناخد القيمة اللي احنا عملناها هنا افتراضي هو مصدر النموذج، تمام، ونفس مصدر النموذج ده عاوزين له مربعات انتقال، يعني مربع انتقال هنا نقول له لليمين، نروح نجيب نعمل له رمز صورة انتقال لليمين، وصورة تانية نخدتها كوبي بس عشان نعدل بس الشكل، انتقال للشمال.
نطالب كلمة المرور. كده هيحتاج ان انا اقفل البرنامج وافتحه تاني. ده هينقص رقم، هنقول ان واحد بتساوي ان واحد ناقص واحد، وبعدين يعمل دوسوميد بقول التحديث الناحية التانية. هيزود واحد والقيمة نفسها هنقول له بعد التحديث، نعمل تحديث لنموذج. بس عشان الترقيم يبدأ معانا تلقائي انا بعمل اول واحد معايا بصفر وبسيبه فاضي. كده لما هفتح النموذج هنلاحظ ان هو عد معايا هنا رقم واحد. احنا لسه ما عملناش اصلا مصدر البيانات. طيب هنا في الموضوع ده في زملاء كتير بيسأل عنه، لو مثلا عن تكبير النموذج او تغيير حجمه يلاقوا الازره بتتنقل. يعني مثلا لو انت سحبت كده اهو كويس ان هي ظهرت معانا، اهو الازره بتتنقل. طب انا عايز اثبت الزر مكانه ما يتنقلش. هنا الارتساء هنخليه بدل ما هو لليمين هنخليه لليسار، والعمودي ماشي العمود الاسفل زي ما هو يبقى ده برضك لليسار. نتابع. لما كبرت ما تنقلش معايا النموذج. هنا باقي ان انا اربط ان واحد بالنموذج نفسه، ان النموذج يعرض لي بيانات ان واحد بس اللي موجوده في ان واحد. لما افتح النموذج جاب معايا السجل اللي فاضي. اكتب مثلا هنا اي بيانات، انا بكتب بيانات عاديه وبتك كنترول وزائد نقل لواحد جديد. انا بكتب بيانات عاديه خالص. لو جيت فتحت النموذج فتح لي على واحد جديد رقم 3 بتك السابق راح جاب لي اللي قبل كده، التالي بيشتغل معايا. دلوقتي نتنقل لموضوع الطباعه. موضوع الطباعه انا عايز اول حاجه ان انا مثلا ممكن اكون واقف في اول واحد واعمل له طباعه يطبع اللي معروض على الشاشه اللي يطبع بصرف النظر ان كان ده تم التسجيل او انتهى التسجيل منه او لا. هنبدا نعمل التقرير. هو نفس النظام كاننا بنعمل نموذج بالظبط، بس بدل ما نبدأ هنا من الأول نخليه عمودي.
ارمي عنب بالشكل ده، بس بدل ما هعمله لسه هعمل ليه التنسيق نفس النظام. يعني عندي هنا ظاهر في اظن في 3 صفحات لسه، لو هنجيبه تحرير ونرجع نبدأ نرتب العناصر دي زي ما رتبنا هنا في التصميم ونعمل التصميم بالشكل ده. فطبعا ده هياخد مننا هنا وقت كتير، فاحنا بنختصر وبنمسح الحاجات اللي هنا كلها. حتى نلاحظ ان الشيت برضك هنا مش جايب، يعني انا بيقول لك ان حجم البيانات اكبر. باخد النموذج بالظبط، بقوم نقله معايا هنا. تمام. ممكن او لغاية دلوقتي هنا لو نلاحظ مصدر البيانات هو الجدول نفسه، فاحنا لو حذفناه وجبنا مصدر البيانات خلناه هو نفسه مصدر البيانات اللي موجود معايا في النموذج، يبقى هيعرض لي الحاجات اللي تم تسجيلها بالفعل كده. نفتح هنا نضيف زرين، واحد منهم للمعاينة وواحد للطباعة. نغير شكل الزر. دي مثلا للطباعة، نعمل زر زيه تاني. للمعين شؤون، نموذج شؤون. نقول له دوس ومد. انا كده في المعاينة. اوبن ريبورت. شؤون والعرض بتاعه هيكون فيو. نراجع الاسم، نموذج شؤون. نموذج مثلا 2 اللي انا واقف فيه، لما اعمل له معينة يعني لسه ما عملتش منبثق، بس هو على العموم هو ظهر معايا وراهم. خليني بس نعمله منبثق. النموذج ظهر معايا. طيب ظهر كده زي ما هنشوفه على ورقة الطباعة، يعني ورقة الطباعة لما تطلع تطلع بالشكل ده. تمام. طيب دلوقتي انا عايزه مثلا لو انا هنا بكتب مثلا في واحد جديد، انا مثلا دلوقتي كده في واحد جديد اهو، لو كتبت هنا مثلا محمد وعملت معينة، نلاحظ ان ما ظهرش اي حاجة، ما ظهرش اي حاجه لانه هو ما بيقراش الحاجه اللي تم تسجيلها. يعني مثلا لو اتنقلت للتالي خلاص كده تم التسجيل، لو رجعت تاني محمد وعملت معاينه هلاقي ان هو ظهر لانه تم التسجيل. طيب احيانا بحتاج ان انا اعمل طباعه على طول مباشر من غير ما اعمل تسجيل. طيب دي بتتعمل ازاي؟ دي بنيجي هنا في مصدر البيانات، ما يكونش مصدر اول، ما يكونش عندنا فيه مصدر بيانات، ما فيش، النموذج بيكون بدون مصدر بيانات. تمام. تاني حاجة ان انا باجي على الحقل ده وبربطه بالحقل المقابل ليه. يعني مثلا عندي هنا
اداره عمال محافظه اللي هنا هيكون مربوطه بالخليه دي. طيب ازاي بربطها؟ بكتب العنوان بتاعها كده بيساوي فورمز وهنا اسم الحقل اهو حتى موجود معانا ونقفل القوس كده. بمجرد ما هعمل معاينة هيظهر معايا اسم الحقل على طول. يعني مثلا لو انا جيت هنا في واحد جديد وكتبت محمود وضغط معاينة هلاحظ ان كلمة محمود جت، الباقي لسه ما اتعملش، بس محمود اللي احنا عملناها جت. تمام، هنا بقوم واخد باقي، يعني ما بدخلش على كل واحد معمول نفس النظام، لا عادي اهو بقوم معلم من قبل من عندي يساوي لغايه اول قوس، وبشكل سريع ممكن اخش على اي واحده واقف عند اولها كده واحط قوس الاغلاق كده لغاية اما اخلص كل النموذج. بس الطريقة دي انا ما بفضلهاش، بفضل ان احنا نستخدم الطريقة اللي احنا عملناها في الاول اللي هي يكون له مصدر باينت. نرفع الحقل، نشيل العنوان اللي احنا عملناه، ونيجي هنا في النموذج نجيب له مصدر البيانات بتاعه، مصدر البيانات اللي هنا نرجعه في النموذج. الاثنين هيكون مصدر بياناتهم نفس المصدر. طيب دلوقتي لو انا عملت طباعه بطبع النموذج زي ما انا شايفه على واجهه البرنامج بالشكل ده، تمام. احيانا بكون طبعا الموضوع بيحتاج ضبط، يعني الجاي ديت هيحتاج ضبط شويه في الشاشه، يعني هنحتاج ننقل خليه يمين خليه شمال لان النموذج بيكون جاي لي فارغ من المؤسسه، انا عايزه يطبع لي بس الكتابه اللي مكتوبه جوه، يعني زي كلمه محمود هي اللي تطبع، ما يطبعش النموذج كله. مثلا نفترض ان احنا بنتعامل في ورق رسمي، بتروح مثلا مكتب العمل تجيب النموذج بتاع مثلا تجديد اقامه، بيجي لك النموذج بالشكل ده ورقه مطبوعه. طيب انت عايز اللي يطبع بس على النموذج هو كلمه محمود، ما يطبعش كل النموذج. بنعملها ازاي دي؟ بنعمل كليك شمال ونروح على الضبط، وهنا بنقول له طباعه بيانات فقط، يعني كده. لو تلاحظ ان كل الاعدادات اللي انا عملتها اختفت وما عادش باقي غير الكتابه بس، الكتابه اللي تم كتابتها في النموذج هي اللي ظهرت. طبعا الموضوع ده بيحتاج ان احنا نعمل عدد مرات تجربه والخطا، بحيث ان احنا نقط يعني الاسم محمود دي تنزل في مكانها مظبوط على الورق. يعني لو هنصور منها مجموعه ورق ونبدا نجرب، ونبدا حتى لو هنستعمل المسطره بحيث ان احنا نعمل خريطه زي ما كنا بنشوف زمان، الاثنين نجيب نصور الورقتين، الورقه اللي تطلع من البرنامج مع الورقه الاصليه لغايه اما نضبط كل خليه يتم انزالها في مكانها مظبوط. هو الموضوع ده بياخد وقت شويه، لكن والله النتيجه بتاعت العمل بتاعته تكون ممتازه جدا. يعني تخيل مثلا كان عندي مثلا في اول السنه ان انا اعمل فايلات لمثلا 1200 عميل اللي بتعمل معاهم الشركه، فايلات من جديد، لو كل العملاء وقال لك هنجيب اسماء العملاء من جديد وهنعمل حصر للعملاء من جديد، وعندك فايل صوره زي الصوره اللي قدامنا دي، المفروض ان انا هكتب في كل خليه اسم العميل ومكانه وعنوانه وكده، وجايبين لي ملف اكسل. فبقى دلوقتي الحل قدام مني ان انا هقعد حوالي 10 موظفين وكل واحد هياخد له قلم ومجموعه ورق ويقعد يكتب لوحده كده، يكتب مثلا 100 استماره. انا كان عندي حوالي 1600، يعني لو كل واحد هيكتب 100 عايز 17 موظف عشان كل واحد منهم يكتب 100 استمارة. وطبعا ناهيك عن كمية الخطأ اللي ممكن تحصل، انا كل الموضوع ان انا عملت زي ما انا عملت دلوقتي كده نموذج جدول بيانات، وعملت منه نموذج وعملت منه تقرير، ورحت ظابط التقرير الخلايا بحيث ان الخلية تنزل في مكانها مظبوط، تمام.
وبضغطة واحدة عملت طباعة لكل 1700 مسافة 10 دقائق. كانت الطبعة طبعة لي 1700 طبعا بدون أي أخطاء بدون أي انحراف، كل واحدة في مكانها بالظبط. الموضوع بيكون متعب شوية في الأول لكن النتيجة بتاعته بتكون ممتازة وبتكون مستمرة معانا على طول. مفيش حاجة أظن لسه محتاجينها في الموضوع ده، كل الموضوع إن هو موضوع تكرار، يعني اللي عملناه هنا بنعمله في نموذج تاني بنعمله في نموذج تالت. وبيتملى معانا مواضيع الشؤون الإدارية. موضوع الشؤون الإدارية كله مواضيع بسيطة، كل الحكاية هي مسألة إدارة أوراق لا أقصى. طبعا النموذج بيتضاف بيفضل موجود معانا بيتخزن على البرنامج بيستمر معانا في أي وقت ممكن نرجع له عن طريق رقم النموذج.